feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. هاي الجميع، اول شي رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وراحة البال. تاني شي اليوم عندي لكم خبر كتير حلو. قررت اسوي لكم سلسلة مهرجان الشوكولاتة طيلة شهر رمضان مرة بالاسبوع، وتحديدا كل يوم جمعة. حابة اطلب منكم طلب كتير صغير، لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب، وكمان تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، كل المعلومات بصندوق الوصف تحت. موضوع الفيديو اليوم هو ثلاث وصفات كلها من الشوكولاتة، سهلة سريعة لذيذة زي العادة، طبعا زي ما تعودتوا علي. المهم خلينا نشوف الوصفات وخلينا نبلش. في هالوصفة رح احتاج للكيكة الجاهزة. رح اقسم كل كيكة لثلاث اجزاء. طبعا انا هنا استخدمت كيكتين عشان عندي ضيوف، بس انتم ممكن تكتفوا بواحدة بس. راح اخذ صينية واحط عليها طبقة من الكيك، بعدين راح اخذ الفراولة مع 5 كرات من الفانيلا ايس كريم. راح اخلط المزيج بهالطريقة، وبعدين راح احط الطبقة على الكيك. راح احط الطبقة الثانية من الكيك وطبقة ثانية من فانيلا ايس كريم. راح اخذ ملعقة او سكينة عشان ارتب شكل الايس كريم، وبعدين احط عليه لوز او اي شيء متوفر عندكم، واحط عليها طبقة اخيرة من الكيك. وهلأ راح نحضر كاكاو باودر مع الزبدة عشان التزيين. راح اخذ واحدة من الكيك، وبعدين راح ازينها ببودرة الكاكاو زي ما انتم شايفين. فانا قررت انه اسوي الكيكة الثانية بالشوكولاتة المذابة بدل الكاكاو باودر. راح ازينها كمان بالفراولة واحطهم بالبراد لمدة 4 ساعات. وهذا هو الشكل النهائي، كتير كتير حبيته بصراحة، مذاقها رهيب، لازم تجربوها بليز. واذا جربتوها اكتبوا لي كومنت تحت. وما بتحتاج للفرن، فهذا هو الشكل النهائي، اتمنى يعجبكم. ويا في الوصفة الثانية راح احتاج للبسكوي، راح اكسره بهالطريقة، وبعدين راح احطه بالخلاط الكهربائي. راح اطحنه حتى يصير شكله كده، وبعدين راح اضيف عليه الزبدة واخلط المزيج حتى يعطيني هذا القوام. بعدين راح احط ورق الالومنيوم على الصينية واحط فيها الخليط او البسكوي، ولازم اضغط عليه بهالطريقة. هلا راح اقسم الشوكولاتة الى حبات صغيرة، وبعدين راح اضيف الحليب المركز على البسكوي، وراح اضيف الشوكولاتة. ممكن تضيفوا اي نوع من الشوكولاتة واي نوع من المكسرات، والبسكوي اللي كسرته بالبداية، وراح ادخله للفرن لمدة 30 دقيقة، وبعدين راح اخرجه وراح احط عليه المارشميلو، وراح ارجع ادخله للفرن لمدة 5 دقائق. وهذا هو الشكل النهائي، كثير حلو وكثير يمي. الوصفة الأخيرة كثير سهلة، رح نحتاج للسيروب. رح أزين به الكاسة. ممكن تستبدلوا السيروب بالشوكولاتة السائلة أو العسل. هلأ رح أضيف طبقة من البسكوي، هالبسكوي طحنته بالخلاط الكهربائي، وبعدين رح أضيف طبقة من الزبادي وطبقة من السيروب. وبس هلأ رح أكرر نفس العملية، طبقة من البسكوي، زبادي والسيروب. وهلأ صار وقت التزيين. قررت أزين الكاسة بالفراولة، ممكن تزينه بأي فاكهة متوفرة عندكم، وشوية مكسرات. كتير يامي وكتير سهلة، فأتمنى أنكم تجربوا كل هذه الوصفات وتكتبوا لي كومنت تحت، وأشوفكم في الحلقة الجاية يوم الجمعة إن شاء الله. باي.